هلا بالام بقى يا قلب الام ده يا هلا سيب انت خليك معايا انا هلا يا هلا الحنان ده هلا انا عامل قطعه بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده انا قطعت ده تجيني هنا اجي لك انا ايوه اكون فكرت لك في عقاب فكر ربنا يرضى حطها في جيبك وسكمن بوكمن سكمن بوكمن ابو عبيد ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني يا رب من الكل من اللي يقولنا السلام عليكم بقى لو عندك غسيل ها خميس وجمعه غسيل زي الفل مع السلامه عليكم انا انا غسيلي الغسل كسر ايديا هو الشفيف حلو بعينيا والصابون جوا بعينيا علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي حكيفك يا ريت خد بنت ايه رأيك؟ يا لليش هظبطك ظبط ايه رأيك في النفسين دول؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي يا سلام يا وصلة للحكاية انت عارف لو الهروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه يوه يا عم ما تقلقش انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه انا بطمن بس طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري عندك حق يلا بينا زينا عادينا شوف يا ادهم بيه الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا وهو بصراحه كده خلقه ضيق وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعده انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه مفيش حكايات ولا حاجه الله يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه ياخد فرقه يطلع ماموريه ده انا جسيته بس ان انا مدخل تلفزيون او كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمه عسكريه يعني الحكايه باظت مفيش حاجه باظت انت مستعجل ليه كل شيء وله وقته Thank you.
نهار اسود؟ يا نهار اسود؟ خير ازاي؟ حتبلغ دخلية تقول لهم ايه عدها؟ حتقول لهم ان في مسجون حواليها للصبح ما عرفش فربنا وفقه وقرب بالليل؟ انت مجنون ولا ايه يا عدم؟ اسمع يا عدم، المسجون ده بتاعي انا ومحدش هيجيبه غيري انا. حضر الحبس الانفرادي، انا جاي في الطريق. الله ازيك يا لمبي؟ تعرفت ولا ايه؟ يا نهار ابيض خلاص يا عم متخف تعرفت ولا ايه؟ متخف خلاص انت هتفضحنا. مخبيات يا حرام عفنا مخبيات يا ولد العملية سليمة الحمد لله وهيخرج على العناية. مفيش زيارة قبل 3-4 ايام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ انا لازم اخش اطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجودنا. ما اقدرش. ايه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي. والحمد لله اننا اطمنا عليه. اتفضلي يا سعد. اتفضلي يا سعد. مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقل له الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم.
سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثه. الليل بي الحقيقه يا دكتور، الممرضين عملت له عمليه بقى ومبهدل الدنيا. انا الليل بي وعم لجنة الحاصل حاصل لجنة لك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس ب حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا الليل بي. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من الكيف جاهز. انا اللي نقل حاجه ده منين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت مخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. انا اللمبه، انا اللمبه. طب ايه؟ هزعل دماغي هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعه البوم في بعضه ما اعرفش، انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبه لما اخر حاجه اخليك تساعد معانا حاجه. اذا كنت كمان والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجه عملتها معاك نظفت الكمينيهات. الكمينيهات الكمينيهات يا عم انت، انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجه ولا اعمل له كوبايه ليمونادو. ايه هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مامور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان مش المامور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مامور سجن. الفروق دي مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، هذه لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء. حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور ايه يا دكتوره غير سمعه؟ للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجه عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيره لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتوره برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك، ومش وشي بهدله. ولا انت وشي بهدله؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية أعزب ويقيم بشقة أحد أصدقائه بالسيدة زينب. يعني الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا آدم. كت كت كت. ادنى الجنه دي. ما تعرفش فيك يا ليه؟ انت مين اللي عامل انت؟ انت مين انت؟ يا سبحان الله، فجأة كده شايفه طارد كده؟ انا اللي حاسس، بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب، مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت فاهم؟ انت مين يا عم؟ انا كل شويه هتحاول ولا ايه؟
الحمد لله على السلامة يا فندم. الحمد لله على السلامة. انت اتجيت من مرايا امتى؟ التحية دي لمين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمي. كنت انت قلت بيه؟ كنت، انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. اه فندم. يا عم هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ اما المعروف انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي، جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك. عندك حق يا ابني. انا شخصيا مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. حكايه الموضوع يا ابني. الموضوع ايه؟ حموت ولا ايه؟ يا ريت بس. يا ريت يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل ده عليا، نقل خفيف، نقل كلية، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا